هو الوطن يتألم وأبناؤه يتساقطون يهاجرون أو ينزحون، ها هم أطفالنا لا يجدون سكينة لبراءتهم أو مكانا آمنا لأرجوحاتهم. صوت القذائف يصم الأذان، رائحة البارود قتلت تألق الياسمين، وسوريا الحبيبة تنزف وتصرخ بنا جميعا: أخفض السلاح، أخفض السلاح أبنائي، فما عدت بقادرة أن أحتوي هذا الموت. أخفض السلاح، أشتاق للسكينة، وجوانبي تنكرت للحضارة والتاريخ دون بسمة الإنسان وقيمته. أخفض السلاح، أحتاج لقليل من هدوء وخشوع كي أضمكم ثانية لأحشاء المثقل بهموم أجيالكم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامجكم صدى المواطنة، ونبدأ رحلتنا مع هذا التقرير لأخبار بلدنا في أسبوع. استمر حصاد المذابح لأبناء سوريا خلال الأسبوع الفائت مع فقدان المئات منهم لحياتهم وسط تواصل الأعمال العسكرية والقصف الجوي والمدفعي في ظل تقارير عن تدهور الأوضاع الإنسانية. ففي حلب سقط نحو 200 طالب بين قتيل وجريح جراء انفجارين تضاربت الروايات حول أسبابهما، ففي حين قالت السلطة أنهما ناتجتان عن إطلاق صاروخين أرض جو لم يصبا هدفهما فسقطا على جامعة دمشق، قالت مصادر معارضة أن الطيران الحربي قصف المدينة الجامعية التي شهدت منذ أشهر حراكا مناهضا للنظام ومطالبا بالحرية والديمقراطية. وفي ريف دمشق وقعت مجازر جراء قصف الطيران الحربي لمناطق مأهولة في دوما وحزة والمعظمية راح ضحيتها عشرات الأشخاص بين قتيل وجريح، كما رمت طائرات عسكرية براميل متفجرة على مدينة جرمانة بالخطأ مما تسبب في سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، إضافة إلى أضرار مادية. وتعرضت المدينة المذكورة كذلك لسقوط عدد من القذائف ما تسبب في نزوح الأهالي. وأعلن مسلحون معارضون سيطرتهم على نقاط عسكرية متمركزة في قاعدة الأرصاد الجوية والإخبارية ومعمل تاميكو بريف دمشق ما تسبب في تدمير عدد من المدرعات وسقوط قتلى من الطرفين. وفي دمشق توسعت الاشتباكات التي تدور في مخيم اليرموك لتصل إلى خارج المخيم، فيما قصف الطيران الحربي مدن وبلدات عدة في ريف دمشق منها المليحة وداريا وعقربة، كما شهد ريف حمص وقوع مجزرتين في قرية الحصوية ومدينة الحولة راح ضحيتها عشرات الأشخاص من بينهم أطفال. وفي تطور جديد شهد ظهر الجبل في سويداء اشتباكات بين مسلحين معارضين وجيش نظامي ما تسبب في سقوط ضحايا من الطرفين، كما سقط العشرات بين قتيل وجريح جراء تفجير سيارتين مفخختين في إدلب. إلى ذلك أعلن مسلحون معارضون سيطرتهم على مركزي الأمن السياسي والعسكري في معدان بريف الرقة. ويشار إلى أن الطيران الحربي يدك معظم مناطق البلاد ضمن حملة القوات النظامية في ملاحقة ما يسميها العصابات الإرهابية ما تسبب في تشرد مئات آلاف الأشخاص ضمن ظروف إنسانية صعبة للغاية. وكعادتنا مشاهدينا الأعزاء نستعرض معكم بعض من صور إخوتنا الذين ما زالوا في معتقلات النظام. هذه صورة الشاب مال أحمد من ناحية جنديرس في عفرين، اعتقل بتاريخ 12/8/2012 على خلفية مشاركاته في حملات الإغاثة لأهالي حلب، لا تعرف لغاية الساعة الجهة المعتقل لديها. وهذا محمد وسيم عبد الكريم حبيب من مواليد عام 1985 وهو خريج المعهد الهندسي قسم الإنشاءات العامة. كان أحد النشطاء السلميين في الحراك المدني لمدينة دارية، اعتقل بتاريخ 10/7/2011. وهذه صورة أسامة خالد الهبالي من مواليد 1988، اعتقل بتاريخ 18/8/2012. وبحسب المعلومات الواردة إلينا فهو معتقل لدى فرع الأمن العسكري بمدينة حمص، كما لم تقم الجهة التي اعتقلته بتبليغه أو تبليغ أهله عبر مذكرة رسمية قانونية عن سبب اعتقاله. وهذه صورة الصيدلاني عبد المنعم الحسين ابن مدينة الطبقة في محافظة الرقة، تم اعتقاله بتاريخ 6/12/2012 من المدينة الجامعية بدمشق ولا يعرف مكان احتجازه لهذه اللحظة.
الحرية لهم ولجميع معتقلين الأبطال. وهلق راح نعالج أعزائي المشاهدين ملف الصحفيين في سوريا وما تعرضوا له من أجل تغطية أخبار الثورة مع هذا التقرير، ولنا وقفة بعده. قد تختلف الإحصائيات بين جهة وأخرى عن عدد الصحفيين والناشطين الإعلاميين الذين قضوا في سوريا العام الماضي، لكنهم جميعا متفقون على أن سوريا كانت مقبرة الصحفيين في العام 2012، حيث احتلت المرتبة الأولى وعلى كل الأصعدة، سواء لعدد الصحفيين الذين قتلوا أو اعتقلوا أو فروا من بلادهم. وليس بالغريب أن تسبق سوريا العام الماضي دولا ذات تقاليد عريقة في قتل وملاحقة الصحفيين كالصومال وباكستان وأفغانستان والهندوراس، فالإعلام وبإجماع كل المحللين كان له الدور الأبرز في ثورة السوريين وانتشارها على كامل الأرض السورية. وبحسب مراقبين فإن الصراع المستمر في البلاد منذ أكثر من 21 شهرا بين المعارضة والسلطة ما كان ليستمر لولا عدسة هؤلاء الناشطين الإعلاميين. فلطالما كان المسؤولون السوريون يعزون سبب استمرار الاحتجاجات في بلدهم إلى وسائل الإعلام ويتهمونها بأنها هي من تحرض عليها. وكم من مسؤول سوري قالها وبصراحة: أوقفوا القنوات عن بث ما يجري في سوريا ونحن نعدكم أن نوقف الثورة بعد أسبوع. منذ البداية أحس المسؤولين السوريون أنه في هذه الثورة هناك شيء مختلف، وهو الصورة التي كان يلتقطها أناس عاديون وهم ناشطون إعلاميون، ثم تقوم وسائل الإعلام المختلفة ببث هذه الصورة. لم يعتد النظام السوري أن تظهر جرائمه على العلن، لذلك هو حاول بشتى الوسائل خنق هذه الصورة. والنظام السوري كان يعتقد أنه فيما لو تم إيقاف هذه الصورة فأن الثورة سوف تتوقف. وأنا من خلال عملي كصحفي في المؤسسات الإعلامية الرسمية ومن خلال حضوري للعديد من الاجتماعات الرسمية كان هناك حديث صريح بين المسؤولين، حتى أنهم كانوا يخاطبون زوارهم أنهم أوقفوا القنوات الفضائية عن بث اللقطات عن الثورة السورية، وهم لديهم الاستعداد لإيقاف الثورة السورية خلال أسبوع، وهو يعني أنهم يعني لديهم الاستعداد لارتكاب المزيد من المجازر لإيقاف هذه الثورة. وإضافة إلى الجهد الكبير الذي أبداه الناشطون الإعلاميون في نقل صورة الحدث من الداخل إلى الخارج، نجحوا أيضا في تأسيس منابر إعلامية داخلية حرة كالإذاعات المحلية الصنع والنشرات والمنشورات، وذلك إيمانا منهم بأهمية الإعلام ودوره في ثورتهم. وهم استطاعوا ولأول مرة منذ أكثر من 40 عاما أن ينقلوا ما يجري في سوريا وأن يفضحوا ممارسات النظام وإجرامه بحق شعبه، رغم كل عوامل التضييق التي مارسها النظام على وسائل الإعلام في نقل الحدث. بالطبع الإحساس بخطر الصورة التي كان ينقلها الناشطون الإعلاميون والصحفيون دفع النظام السوري لملاحقة هؤلاء والتعامل معهم على أنهم جزء من المسلحين. لذلك لاحظنا على امتداد الثورة أن هناك كان استهداف مقصود لهؤلاء الناشطين الإعلاميين ولكل الصحفيين، وهو ما أدى إلى سقوط عدد كبير منهم من الشهداء، وكثير من الإعلاميين هم معتقلون، وهناك العدد كبير من الصحفيين غادروا خارج القطر، يقدر أعدادهم بأكثر من 100 صحفي حتى الآن. صور قتل وتعذيب وملاحقة الناشطين الإعلاميين والصحفيين في سوريا ميزت العام الماضي واحتلت الشاشات العالمية، فمن بين الذين قتلوا كان هناك صحفيون عالميون كالفرنسيين تشيل جاكيه والمصور ريمي أوشيك الذي قتل مع الصحفية الأمريكية الأشهر ماري كولفين، كما تميز بقتل عدد من الصحفيين العاملين في المؤسسات الرسمية، هذا فضلا عن استهداف الناشطين العاملين على كاميرا الهاتف الجوال والذين كان النظام يتعامل معهم وكأنهم جزء من المسلحين. وأمام هذا الواقع وهذا الاستهداف الممنهج للصحفيين في سوريا وعلى مرأى العالم كله، يتساءل اليوم الكثير من المراقبين: هل من دور للمنظمات الدولية والمجتمع الدولي في حماية هؤلاء العاملين في حقل نقل الحقيقة؟ أم أن دورهم يقتصر على توثيق الانتهاكات التي ترتكب بحقهم فقط؟
وللتعمق أكثر في هذا الملف معنا عبر خدمة سكايب من لبنان السيد جابر بكر أمير سر رابطة الصحفيين السوريين لإلقاء المزيد من الضوء على واقع ما يتعرض له الصحفيون والناشطون الإعلاميون في سوريا. أهلا وسهلا بك أستاذ جابر. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور. حبذا بداية لو تعرفنا وتعرف السادة المشاهدين عن رابطة الصحفيين السوريين إذا سمحت. رابطة الصحفيين السوريين هي رابطة تضم الصحفيين السوريين المستقلين الأحرار، تأسست في شباط فبراير عام 2011، وهي رابطة يتم فيها انتخاب هيئة إدارية كل 6 أشهر، كانت الدورة الثانية من قرابة شهر تقريبا. تعنى الرابطة بحماية الصحفيين وتأمين ورصد الانتهاكات التي تقع على هؤلاء الصحفيين السوريين وغير السوريين الذين يعملون على الأراضي السورية، ولكن هي رابطة خاصة للصحفيين السوريين فقط. نعم، برأيك ما هو الدور الأساسي الذي لعبه الإعلام السوري في الثورة السورية؟ الإعلام السوري في الثورة السورية انقسم إلى شقين. شق هو شق الإعلام التابع للنظام بشكل مباشر، وهو لعب دور سيء بصيغة من الصيغ، وهو دور التزوير والكذب ونقل الحقيقة بصورة مغايرة للواقع، أي استخدام الحقائق لتوجيهها في خدمة رغباته، لتوجيهها في خدمة البرنامج الذي كان يعمل عليه. أما الصحفيين الأحرار والنشطاء الصحفيين الذين وجدوا، أي مفهوم المواطن الصحفي الذي نشأ في سوريا بعد ثورة أذار 15 أذار مارس 2011، حقق نقلة نوعية كبيرة جدا، نقل الأخبار الواقع السوري ساعة بساعة ولحظة بلحظة إلى العالم، وشاهدنا النقل المباشر حتى إلى المظاهرات والتظاهرات المدنية التي حققت من درعا وصولا إلى القامشلي إلى الحسكة إلى حلب إلى حمص إلى حما، مرورا بكل المحافظات العربية السورية. هذا الدور البارز الذي لعبه النشاط الإعلامي الحر في سوريا هو من غطى على فشل الإعلام الرسمي بين قوسين والصحفيين المحترفين السوريين الذين لم يستطيعوا تحقيق هذا الدور الإيجابي. طيب أستاذ جابر، يعني نحن نعلم أن إعلام الثورة السورية قام به كثير من الناشطين الذين لم يكن لهم خبرة إعلامية في السابق، وامتهنوا هذا الخط لتغطية أخبار الثورة ونجحوا فعلا في ذلك. ما هو سبب إحجام الصحفي السوري الحرفي عن المشاركة بهذا العمل برأيك؟ المشكلة لدى الصحفي السوري المحترف أنه تربى في مؤسسات صحفية همها الأول هو الرقابة، وهمها الأول تمجيد القائد والدولة ومفهوم، وهمها الأول أن النظام وتلميع صورة النظام. فكان من الصعب ومن الصعب جدا أن يخرج هذا الصحفي المحترف من هذه القوقعة الصعبة والقاسية بسهولة، وشاهدنا انشقاق عدد من الصحفيين المحترفين ولكن فترات متأخرة من الثورة، وكان آخرها من حوالي شهر تقريبا، وهو انشقاق لعدد من مدراء في التلفزيون العربي السوري. وهذا الواقع مفهوم، يعني لو ذهبنا إلى بحثنا في خلفيات المؤسسات الإعلامية الحكومية السورية وحتى خاصة منها، لو وجدنا أنها هي عبارة عن مؤسسات نصف أمنية في أحسن الأحوال، وهذا أعاق عمل الصحفي المحترف الذي تدعى مفهوم الرقابة حتى أنه بنى رقابة ذاتية داخله. نعم أستاذ جابر، يعني من خلال متابعتنا نحن لأخبار الصحفيين وخصوصا الذين لقوا مصرعهم في سوريا أثناء تأديتهم واجبهم الصحفي، يعني وجدنا صعوبة بالغة حقيقة للوقوف على عدد هؤلاء الصحفيين الذين سقطوا بسبب تباين الأرقام واختلاف الجهات التي أحصت هذا الرقم. يعني هل لديكم أنتم في رابطة الصحفيين السوريين رقم دقيق بهذا الشأن؟
الحقيقة سيد الكريم لا يوجد رقم دقيق لعدد الصحفيين أو الناشطين الإعلاميين الذين قضوا حتفهم في سوريا خلال العام الماضي، ولكن بالإحصائيات الأولية نستطيع أن نقول أن لدينا في أقل تقدير 78 صحفي وناشط إعلامي ومواطن صحفي قضوا في هذه الأحداث، إما بالقتل المباشر العمد أو بقتلهم تحت التعذيب، وكان لدينا حالات قتل تحت التعذيب وحالات قتل وحشية، وإما نتيجة النزاع المسلح والاشتباكات. ولكن يلحظ أيضا أن في نهاية مع انتهاء العام 2012 في شهر 12 كان لدينا 3 صحفيين محترفين من التلفزيون السوري قضوا نحبهم إما برصاص قناصة مجهولين أو بانفجارات انفجارات مفخخة. وهذه هؤلاء الضحايا جميعا 78 وهم قد يرقى العدد إلى أكثر، طبعا هم أشخاص فدوا هذه البلاد بدمهم لأجل نقل الحقيقة فقط لا أكثر ولا أقل، هم ليسوا بأشخاص مسلحين. ولكن الرابطة تعمل ولا زالت تعمل من خلال لجنة الحريات الإعلامية على رصد الانتهاكات، ومن المقرر أن يكون هناك تقرير بوقت قريب يحاول أن يضيء على الانتهاكات التي وقعت خلال العام الماضي، ويشير إلى إحصائيات تم رصدها خلال هذه الفترة. نعم أستاذ جابر، أنتم هل تنظرون لرابطة الصحفيين السوريين على أن يكون لها دور رئيسي في فترة ما بعد سقوط النظام، أم هو دورها آني لهذه الفترة فقط؟ نحن نعتقد أو نأمل في رابطة الصحفيين السوريين، وهذا ما نعمل عليه بذات الوقت، أن نكون بديلا عن نقابة الصحفيين المعطلة أساسا في الواقع الحالي، كما نحن نعمل اليوم كنقابة بديلة عن النقابة المريضة التي تسمى اتحاد الصحفيين، وسنكون في المستقبل النقابة الصحفية إن أمكن البديلة للاتحاد التي تستطيع أن تقدم فعلا النمط الصحفي الحقيقي الاحترافي الحر بذات الوقت. ليس الهدف من أي نقابة أن تقوم بعملية الرقابة كما تقوم الاتحاد، بل الهدف من النقابة أن تحمي أبنائها المنتمين إليها، ونقصد هنا طبعا الصحفيين. رابط الصحفيين تعمل اليوم على تأسيس مجموعة من الأشياء ما تسمى الورقيات، منها القوانين، قوانين حق الحصول في المعلومة، حق الحصول على المعلومة. لدينا كثير من المشاريع نعمل عليها، إن شاء الله ستكون جيدة لمرحلة ما بعد سقوط النظام، وتمهد لواقع إعلامي احترافي حر في سوريا، في مرحلة سوريا الحرة إن شاء الله. طيب أستاذ جابر، هناك كيان جديد تأسس منذ حوالي الشهر تحت اسم اتحاد الإعلاميين والمحررين السوريين، ما هو الفرق بينكم وبينهم؟ سيدي الكريم، أنا بحقيقة غير مطلع على تفاصيل اتحاد المحررين السوريين، ولكن لا يمنع وجود أي نقابة أخرى. البيئة الصحية في أي مجتمع هي البيئة التي تستطيع أن تستوعب العدد الأكبر من النقابات والجمعيات المدنية على أن تكون متكاملة، لا تكون متضادة في الأهداف. ولا أعتقد أن أي مشروع وطني نقابي مدني يصب في خدمة الصحفيين. نحن في الرابطة نرحب به الآن وفي المستقبل، ونتمنى أن نتواصل معهم بوقت قريب ونرى تقاطع الأفكار ونرى تقاطع التعاون المشترك بيننا. طيب، ما هو الدور الذي تقوم به الرابطة لخدمة الصحفيين والناشطين الإعلاميين السوريين، إضافة طبعا لتوثيق الانتهاكات التي ترتكب بحقهم؟ لدينا مجموعة من الأدوار التي نقوم بها، منها مثلا عمليات التدريب على الافتراضية عبر السكايب لعدد من النشطاء. هناك دورات تسعى الرابطة لأن تقوم بها مؤسسات دولية أو قنوات تلفزيونية دولية أو عربية لنشطاء إعلاميين سوريين في الداخل أو لصحفيين سوريين يعملون في الخارج، أي أننا نعمل على رفع سوية الأشخاص الصحفيين السوريين والناشطين الإعلاميين السوريين، رفع سويتهم المهنية من خلال دورات تدريبية. كما نعمل على التواصل مع النقابات والمؤسسات الدولية في المستقبل ليكون لنا بوابة إلى العالم، لا نكون معزولين بقوقعة تسمى نقابة صحفيين أو رابطة صحفيين، بل أن نكون نحن النقابة التي توصل الصحافي السوري الذي يشهد له بمهنيته العالية
إلى العالمية وإلى المستوى الاحترافي الدولي. نعم أستاذ جابر بكر، نشكر لك هذه المشاركة، كنت معنا من لبنان، شكرا لك ثانية. شكرا جزيلا. شكرا، شكرا لك. ولفقرة فكر وفن أعزائي المشاهدين اخترنا لكم بعض رسومات الكاريكاتير للفنان خالد جلل، خلينا نشوفهم مع بعض. الكاتب والأديب سعد الله والنوس في كلمة له في يوم المسرح العالمي: إننا محكومون بالأمل، وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ. منذ 4 أعوام وأنا أقاوم السرطان، وكانت الكتابة وللمسرح بالذات أهم وسائل مقاومتي. خلال السنوات الأربع كتبت وبصورة محمومة أعمالا مسرحية عديدة، ولكن ذات يوم سئلت وبما يشبه اللوم: ولما هذا الإصرار على كتابة المسرحيات في الوقت الذي ينحسر المسرح ويكاد يختفي من حياتنا؟ باغتني السؤال، وباغتني أكثر شعوري الحاد بأن السؤال استفزني بل وأغضبني. طبعا من الصعب أن أشرح للسائل عمق الصداقة المديدة التي تربطني بالمسرح، وأنا أوضح له أن التخلي عن الكتابة للمسرح وأنا على تخوم العمر
هو جحود وخيانة لا تحتملها روحي، وقد يعجلان برحيلي. وكان علي لو أردت الإجابة أن أضيف إني مصر على الكتابة للمسرح لأني أريد أن أدافع عنه وأقدم جهدي كي يستمر هذا الفن الضروري حيا. وأخشى أن أكرر نفسي لو استدركت هنا وقلت أن المسرح في الواقع هو أكثر من فن، إنه ظاهرة حضارية مركبة سيزداد العالم وحشة وقبحا وفقرا لو أضاعها وافتقر إليها. ومهما بدا الحصار شديدا والواقع محبطا، فإني متيقن أن تضافر الإرادات الطيبة وعلى مستوى العالم سيحمي الثقافة ويعيد للمسرح ألقه ومكانته. سعد الله ونوس، موضوع فقرة خبرني عن لهذه الحلقة لنشاهد سوية هذا الوثائقي عنه. مبدع أسهم بتشكيل الوعي الثقافي لجيل عربي بأكمله، شاعر تأمل في شؤون الإنسان والتاريخ، ومسرحي جعل المسرح متنفسا لهموم المواطن اليومية بعد أن كان على هامش الثقافة العربية، وروائي يسرد علينا من زوايا متعددة أخبار الجسد بلغة متوهجة تلامس الروح. إنه المسرحي السوري الكبير والسياسي والمناضل العربي سعد الله ونوس. ولد سعد الله ونوس لأسرة فقيرة سنة 1941 في قرية حصين البحر بالقرب من مدينة طرطوس. بدأ رحلة العمر والعطاء من تلك القرية الساحلية الجميلة، وحصل على الثانوية العامة في عام 1959، في نفس العام الذي حصل فيه على منحة لدراسة الصحافة في كلية الآداب بجامعة القاهرة. وبعد تخرجه في عام 1963 عاد إلى دمشق، حيث عين مشرفا على قسم النقد بمجلة المعرفة التي تصدر عن وزارة الثقافة. وفي عام 1966 سافر إلى فرنسا لدراسة الأدب المسرحي في معهد الدراسات المسرحية التابع لجامعة السوربون، وهناك وصلته أنباء هزيمة حزيران عام 1967، فتأثر كثيرا واعتبرها هزيمة شخصية له، وعبر عن ألم هذه الهزيمة في مسرحيته الأشهر حفلة سمر من أجل الخامس من حزيران عام 1968، حيث عرى فيها الهزيمة وشرح أسبابها مبينا أن المجتمع منهار من الداخل. أنهى دراسته في فرنسا عام 1968 وعاد إلى دمشق، فعين رئيسا لتحرير مجلة أسامة الخاصة بالأطفال من عام 1969 حتى عام 1975، حيث عمل بعدها رئيسا للقسم الثقافي في صحيفة السفير اللبنانية. وعندما اندلعت الحرب الأهلية في لبنان عاد إلى دمشق ليعمل مديرا لمسرح القباني، وأسس مع شريكه وصديقه المسرحي فواز الساجر فرقة المسرح التجريبي، والتي كان يهدف من خلالها إلى تقديم مسرح وثائقي يساهم في اكتشاف مشاكل المجتمع وفهمها ويدعو إلى الإصلاح والتغيير. ألت الديمقراطية فهي لا تتعلق فقط بحرية الكاتب، من المؤكد أن الكاتب يستطيع دائما أن يجد زاوية منزوية وبعيدة عن الرقابة يكتب فيها، ويجد دائما منفذا ما لكي ينشر ما يكتبه في بلد عربي آخر أو حتى خارج البلاد العربية. ليس هذا ما نعنيه بالحاجة إلى الديمقراطية. الديمقراطية تعني مجتمعا متفتحا حرا قادرا على التفكير وعلى وعي مصيره وعلى التساؤل حول مصيره دون خوف ودون قيود ودون شرطة داخلية. كما تولى رئاسة تحرير مجلة الحياة المسرحية التي كانت تصدرها وزارة الثقافة عام 1977 إلى عام 1988. في أعقاب الاجتياح الصهيوني للبنان وحصار بيروت عام 1982 اعتصم ونوس عن الكتابة لعقد من الزمن تقريبا، ليعود إلى الكتابة في أوائل التسعينات بمجموعة من المسرحيات السياسية. فكتب مسرحية الاغتصاب عام 1990، وتدور مسرحيته حول الصراع العربي الصهيوني، كما كتب منمنمات تاريخية وطقوس في الإشارات والتحولات، أحلام شقية، يوم من زماننا، وأخيرا
أخيرا بلاد أضيق من الحب وملحمة السراب. وقد ترجم الكثير من أعماله إلى الفرنسية والإنجليزية والروسية والألمانية والبولونية والإسبانية. أصيب ونوس بالمرض الخبيث سرطان البلعوم عام 1992. حدد له الأطباء الفرنسيون مدة للمرض القاتل بستة أشهر وأنه سيفارق الحياة بعدها، لكنه كافح المرض من خلال إصراره على الكتابة والتأليف والإبداع لمدة 5 سنوات. في عام 1995 انتخب المعهد العالي للمسرح التابع لليونسكو سعد الله ونوس لكتابة رسالة يوم المسرح العالمي لعام 1996، وقد ترجمت الرسالة إلى العديد من لغات العالم. في ذلك اليوم صعد ونوس خشبة المسرح وقد أنهكه المرض وآلام الوطن في آن معا، فيما كانت أنظار عشاق المسرح حول العالم تتشبث في قسمات وجهه وتستمع إلى كلمته التي افتتحها بجملته الشهيرة: نحن محكومون بالأمل، وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ. هذه الكلمات التي تنبأ بها وتركها لنا كخشبة خلاص نتشبث بها للوصول ببلادنا إلى بر الأمان والكرامة الإنسانية. في عام 1997 كتب سعد الله ونوس آخر مسرحياته وهي الأيام المخمورة، ليرحل بعدها عن عالمنا في 15 أيار عام 1997. رحل ونوس وهو ممسك بالأمل بعد أن وهبنا مقولتيه الشهيرتين: إننا محكومون بالأمل، وفي الكتابة نقاوم الموت وندافع عن الحياة. ومن المسرحيات الشهيرة التي ألفها سعد الله ونوس للمسرح وأخرجت مرات عديدة وعلى أكثر من خشبة مسرح عربي كانت مسرحية رحلة حنظلة من الغفلة إلى اليقظة، لنشاهد منها هذا المقطع. تعاسة، كل ما بعدها تعاسة. الزوجة لم تفتح حضنها والبيت طرده وأغلق بابه، تبدد أغلى ما لديه وهو لا يفهم بعد سبب مصائبه. لكن تعالوا، حنظلة ما تزال لديه وظيفته والأحزان لا تنسيه واجبه. اتجه متعثرا إلى عمله، سيعتذر عن الغياب ويستعيد وراء مكتبه ما يفتقد من الأمان. نحن الآن في بنك الازدهار والإمارة، وها المدير. أسعد الله أوقات سيد المدير. أسعد الله أوقات سيد المدير. ها أنا ذا أعود إلى العمل وأرجو من صميم فؤادي ألا يكون تأخيري قد سبب أي ارتباك في العمل. حاضر. أهلا، تعلم يا سيد المدير ما جرى لي؟ لقد وضعوني في السجن دون سبب. لقد أعلنت لهم وقلت لهم أنني موظف وأعمل في مؤسسة محترمة هي بنك الازدهار والعمارة، لكنهم انهالوا علي بالضرب والتفل والرفس فلم أجر على قولي شيء. سأك الله مكتب. عما تتحدث أيها السيد؟ لا أذكر أني رأيتك من قبل، ومغامراتك البوليسية لا تعنيني. أما إذا جئت تطلب صدقة فقد أخطأت العنوان، هنا فايز فرنسا بيت الزكاة. سيد المدير، أنا سيد المدير. هذا البطاقة تثبت أني موظف في هذه المؤسسة، الاسم مدون عليها وكذلك نوع العمل. منذ سنوات وأنا أعمل عداد خردة، أدخل هذا الباب في تمام الثامنة ولا أخرج إلا بعد الثانية. ذاك تاريخ قديم لا يمكن إثباته أو تذكره. عندما يترك المستخدم عمله دون إجازة أو عذر مقبول، هذا باب الدماغ على طول، يصرح من العمل ويحل واحد آخر محله. هذا كل شيء، ولن ينفعك التوسل أو اعتجاجه عن ذلك. سيد المدير، عمري ما قصرت في عملي، وأذكر أنك امتدحتني. نعم، أنت نفسك امتدحتني 3 مرات، وأنني أتذكر المرات الثلاث كما أتذكر الأعياد والمناسبات الكبيرة. عمري ما أخطأت في عملي ولا تسربت هفوة إلى جداولي. إيه، إنك تضيع وقتي. نعم. وقت الآن ملك البنك، وقت البنك ملك الدولة، وقت الدولة هو فيه. بدأت النار الساعة
نفسك. أرجو 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 يا سيدي المدير، أرجو أن تقدر وضعي. ما ذنبي إذا اعتقلوني دون ذنب؟ صحيح صحيح، كان ينبغي أن أخبر عن غياب الاضطراري، لكن أحد منهم لم يصغ إليه. لا والله والله، وهل تريد أن أضيع الدوامة بالإصغاء إليه؟ لا، إنك تتجاوز كل الحدود. يا ربي يا إلهي، فرصة لابنك أكثر من عرف عز. لا تنزل يا سيدي، أعاهدك أن أضاعف همتي وأقوم مكان موظفين في آن واحد. لا 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 لا، أبدا أبدا والله، ما يصير أبدا أبدا، ما يصير يا دسوي. الحادثة لا تحتاج إلا إلى موظف واحد وأمثاله لعملهم في هذه المؤسسة. يلا يلا يلا، انقلع من أمامي. يلا يلا يلا، هكذا بكل بساطة تسلبني عملي وترميني إلى الشارع؟ ويها قلبي، لم يبقى إلا أن تحرض الموظفين وتبث دعوة الشغب والتمرد. هيا هيا، طلع ما في جعبتك، طلع بسرعة بسرعة، طلع. والله لا أطلب إلا حقك. حقك الوحيد هو أن تنقلع من أمامي بالعصا، لكن أمثالك لا ينفع معهم اللين. أيها الحارس، أمسك هذا الرجل من يقفه وارميه مع القمامة في الشارع. هيا، لا تغضب، سأرحل فورا. نأتي أعزائي المشاهدين إلى جلسة صراحة، آخر فقرة في فقرات برنامجنا لهذا اليوم، وفيها سوف نتناول عدة محاور: السلم الأهلي وكيفية المحافظة عليه خلال الأزمة السورية، القضية الكردية وتأثيراتها على الثورة ضمن التوازنات الإقليمية المعقدة، القطب الديمقراطي الذي تصب إليه غالبية الشعب السوري. ولنقاش هذه النقاط وغيرها، يسرني أن أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور خالد عيسى، عضو قيادة فرع هيئة التنسيق الوطنية في المهجر. أهلا وسهلا بك دكتور خالد. وبكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا دكتور خالد. لنبدأ بالنقطة الأولى وهي السلم الأهلي. طبعا نحن نرى أن الثورة وبعد أكثر من 20 شهر، لنقل أنها أخذت منحى العسكرة أو منحى العنف الذي ميزها على الأقل في الأشهر الأخيرة، برأيك هل بالإمكان العودة إلى النضال المدني والسلمي في ظل هذا القمع الوحشي من قبل النظام؟ بصراحة منذ تشكل الدولة السورية وحتى الآن والحكومات المتعاقبة على هذه الدولة، لأنها كانت تأتي إلى ذمة الحكم وكانت تأخذ زمام الأمور عن طريق الانقلابات العسكرية أو عن طريق استعمال القوة. وعندما أقول منذ تشكل الدولة السورية، في كل المراحل الانتقالية التي شهدتها الدولة السورية كان عامل القوة والعنف والعامل العسكري والحاسم، سواء بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية وانتصار بين قوسين القوات الإنجليزية العربية التي استمرت لمدة عامين حتى عام 1927، وأيضا عندما انهارت الحكومة العربية في دمشق عام 1920 أمام العسكر الفرنسي، وأيضا المرحلة الانتقالية عام 1941 عندما انتقلت السلطة من الفيشيين إلى الديغوليين تحت ضربات العسكرية والقصف العسكري في سوريا، وأيضا في عام 1945 أثناء الحرب العالمية الثانية، و48 مع حرب الإنقاذ مع إسرائيل، وأيضا إذا تابعنا حتى في كل المراحل كانت هناك مرحلة الانقلابات العسكرية، وآخر انقلاب عسكري كانت تتمة للانقلابات العسكرية يعني. واستلم رئيس بشار الأسد الحكم من والده أيضا ضمن هذا السياق. نرى بأن كلما كانت السلطة العسكرية هي السيدة كانت الحريات والديمقراطيات والحقوق الديمقراطية مغيبة. لماذا؟ نموذج بسيط: قانون الطوارئ من متى تم أصداره؟ يقول البعض لقليلية الذاكرة أو لا يريد أن يطلعوا على تاريخ سوريا بشكل جيد، يقولون أنها أتى مع حزب اللبناني. بصراحة لا، يعني منذ عام 1948، من أيار 1948 وحتى الآن قانون الطوارئ. لماذا هذه الحكومات؟ لأنها كانت بالدرجة الأولى تعتمد على العنف ولو كان العنف تحت غطاء الشرعية الحكومية أو شرعية الدولة. فعندما انطلقت الثورة في سوريا كنا في وضع أدوات الاتصال الحديثة، والظروف الدولية والإقليمية لم تكن تسمح للنظام
بالتمادي في استعمال القوة، علما أن عندما انطلقت الثورة كانت الثورة مدنية وسلمية. النظام بدأ بالحل الأمني والعسكري لأنه لم يكن لديه خبرة إلا في هذا الإطار، وأقول لديه ولديه لدى الحكومات السورية المتعاقبة أيضا. فبدأ بالحل العسكري الأمني، ولم تستطع الثورة الاستمرار بالطريق السلمي الأمني، لأنه بالدرجة الأولى انزلقت بعض الأطراف من السوريين إلى الحل العسكري تحت تأثيرات بعض القوى الإقليمية. يعني عندما يذكر الجميع عندما تداعت القوى الوطنية الديمقراطية والشخصيات الديمقراطية السورية لتأسيس هيئة التنسيق الوطنية، وتم الاتصال مع مختلف التشكيلات المتواجدة أنذاك بما فيها إعلان دمشق، وكان هناك مشروع فعلا لقيادة سياسية لهذه الثورة الشعبية التي بدأت بشكل شبه عفوي تحت تأثير، وطبعا تأثير العنف الذي مارسه النظام على أطفالنا في درعا. ولكن سرعان ما تدخلت القوى الإقليمية وحاول إجهاض هذه المحاولة، محاولة إيجاد قيادة سياسية وطنية للثورة، وتداعوا إلى تشكيل هيكلية أخرى تحت تسمية المجلس الوطني السوري في إسطنبول. ومنذ ذلك الحين انحرف مسار الثورة بعدما تم تسليح بعض أطراف المعارضة. ولكن كل التوازنات الداخلية والخارجية، كل الشروط تدل بأنه لا زال الخيار السلمي هو الخيار الأساسي. لماذا؟ بعد كل هذه الخسائر التي تكبدها بلدنا وشعبنا، وبعد كل هذا الدمار، وبعد كل هذا الدم الذي تم إرهاقه، نعم للأسف ليس الشعب السوري هو المستفيد. يعني بعد كل ذلك سيتم هناك تسوية سياسية، والتسوية السياسية إذا كانت فقط بالعوامل الإقليمية والخارجية، وإذا لم يكن تكن القوى الوطنية السورية حاضرة، فلن تكون أيضا الحكومات البديلة تتطابق مع المصالح العليا للسوريين ولسوريا. ولذلك نحن نقول، طبعا كان وجهة نظر هيئة التنسيق هي صائبة بأن الخيار السلمي كان هو ممكنا، وكان الأصح. لماذا؟ كنا نقول العمل المسلح، أولا النظام هو في مركز أقوى من القوى الشعبية. من ناحية أخرى، من يعتمد على التسلح سيعتمد على قوى أجنبية، ومن يعتمد على القوى الأجنبية سواء بالمال أو بالسلاح أو بالإعلام يكون تابعا له، لن يكون مستقلا. وقامت الثورة من أجل الحرية والكرامة، وإذا قبل البعض أن يكون تابعا لقوى أجنبية إذا فقد الحرية والكرامة، ولم تعد هناك تسمية. دكتور خال، أنا ما أريد معرفته حقيقة، يعني بالتأكيد الآن وصلت الأزمة إلى ما وصلت إليه وتفشى العنف، لكن السؤال هو التالي: كيف يمكن إعادة هذا الحراك بغض النظر الآن عن المفاوضات والمبادرات وكل هذه العمليات السياسية التي تجري بموازاة هذا العنف؟ يعني هل من وسائل تستطيع المعارضة السورية، وما هو دور المعارضة بالذات في هذه النقطة، لكبح جماح الأيادي التي تؤثر سلبا على الثورة السورية في الداخل؟ يعني هل هناك من أدوات فعلية؟ يا سيدي، يجب أن نميز أيضا، تفضلت تقول المعارضة، أية معارضة؟ للأسف هناك بعض أطراف من المعارضة أصبحت شريكة للنظام، مع النظام في الجرائم التي تقترف وفي الأزمة، جزء من الأزمة ليس جزء من الحل بصراحة. ولكن هناك الخيار المتواجد، مثلا وجدنا في الكثير من المناطق ذات العربية الكردية عن طريق تنظيم الجماهير بما فيها حق الدفاع عن النفس. مثلا في الكل يعرف في المناطق التي تتواجد فيها أغلبية كردية هناك حتى وحدات الحماية الشعبية للدفاع عن الذات،
ليس للاعتداء على المؤسسات العامة، ليس لإقامة هجمات على المرافق العامة وعلى الطوائف الأخرى أو على القوميات الأخرى، بالعكس ضمن إطار مسيطر عليه سياسيا ضمن الإطار الوطني كان يمكن أن تنجح هذه التجربة. وبدأت أيضا فترة قصيرة في الزبداني، ولكن مع التسلح أجهضت، وأيضا حتى في منطقة السويداء حتى الآن المنطقة هادئة، وحتى هذا الهدوء وعدم المشاركة بشكل فعال في تهديم البنية التحتية للدولة السورية التي هي ملك لجميع السوريين، حتى هذا شكل من أشكال العمل السياسي السلمي. إذن كيف يتم التفعيل هذا؟ قامت هيئة التنسيق الوطنية بالتعاون مع الكثير من الفصائل والشخصيات الوطنية من الداخل بعقد مؤتمر في عقر دار النظام في دمشق في 23 أيلول. عندما تم انعقاد هذا المؤتمر كانت نعم مخاطرة، ولكن كانت تحديا كبيرا ليقولوا للجميع، ليقولوا للداخل والخارج بأن هناك قوى تريد أن ترجع الأوراق إلى أيدي سوريا، لأن القضية هي بالدرجة الأولى هي قضية السوريين. وانعقد هذا المؤتمر رغم أن النظام الذي يتبجح أنه يريد التحاور وإلى ما هنالك اعتدى وتم اعتقال العديد من الشخصيات، وخاصة الدكتور عبد العزيز الخير وزملائه هؤلاء. نعم، ولكن كانت تجربة لهيئة التنسيق لتقول، وقوى الوطنية الأخرى قوى الداخل لكي تقول نعم هناك إمكانية للعمل السلمي المدني وليس فقط بالسلاح يمكن التعبير. وضمن هذا السياق أيضا هناك مؤتمر يتم الإعداد له سينعقد في 28-29 في جنيف. نعم. سوف نتكلم عنه لاحقا. نعم. طيب دكتور خالد، يعني هناك نشأت كثير من المشاكل في بعض المناطق في سوريا تعرضت للسلم الأهلي بين قوميات مختلفة، بين طوائف مختلفة في بعض الأحيان. هناك أيضا دور هام لعبته القيادات التقليدية وبعض المشايخ، لكنه في الآونة الأخيرة انحسر. هل برأيكم يمكن تفعيل هكذا دور في هذه المرحلة على الأقل كأداة من أدوات الحفاظ على السلم الأهلي عن طريق حتى رعاية هذا الأمر من قبل المعارضة بغض النظر الآن عن التسميات؟ نعم، أنا لأنه يجب أن نحدد، يعني مثلا للأسف الكل يعرف بأن بالفكر السياسي السائد في سوريا لدى النخبة التي استلمت الحكم بالدرجة الأولى كانت تضع دوما في موضع الشك الحدود الوطنية. يعني مثلا الفكر الإسلاموي كانوا دوما يقولون المهم هي الأمة الإسلامية، وكان الإسلاموي الإخوانشي مثلا يفضل الإسلاموي أو الإخوانشي اللي نسميه الماليزي على جاره المسيحي أو على جاره العلوي أو الدرزي. هذا هو من ناحية كانوا يعتبرون أن الدولة السورية هي ليست وطن وليس مشروع وطن. من ناحية أخرى أيضا القومويون بكل أسمائهم كانوا دوما يعتبرون أن الدولة السورية هي وكأنه مشروع عابر، وبالأخير العروبي سيقول المهم هي الأمة العربية قبل أن يعمل من أجل التنمية الاقتصادية والسياسية ضمن هذه الرقعة الموجودة والتي يشارك بقية القوميات والأديان ضمن إطار هذه الدولة السورية. إذن وأيضا الأمميون أيضا كانوا يقولوا مثلا البروليتاريا ليس لها وطن. ولذلك بصراحة الوطنية السورية، وأنا أتشرف عندما تستضيفني في برنامجك، صدى المواطنة. من أين تأتي كلمة المواطنة عندما يتم الاعتراف بوجود وطن؟ وللأسف حتى الآن أغلب النخب العربية أو السورية بشكل عام، عندما أقول العربية لأنه كانت هي التي تتوالى على الحكم بمختلف انتماءاتها وتصنيفاتها، لم تعمل من أجل إنشاء ما يسمى تأسيس لمفهوم الوطن. وعندما لا يوجد مفهوم الوطن لسوريا، أي لا يعترف بحدود سوريا، وعندما لا يعترف بالوطن، فإذن
أيضا لا يعترف بالشراكة مع بالشراكة بين كل الذين يسكنون ضمن هذا الوطن، أي لا توجد مفهوم للمواطنة أو موجودة ولكن مجرد من محتوياتها، وكل فريق كان يتغلب على الآخرين في صراعاته السلطوية لاستلام الحكم وغالبا عن طريق الانقلابات العسكرية كان يفرض هو نظرته وإيديولوجيته ومفهومه الخاص. إذن لا حتى الجديد في الأمر أن القوى وقسم كبير من القوى الوطنية السورية بدأت تتجه نحو مفهوم الوطن السوري والمواطنة السورية. المواطنة هي تأسيس دولة مدنية يشعر فيها كل سوري بأنه شريك مع بقية المكونات، ولكن للأسف هناك تيار آخر يتم تشجيعه ويتم تكوينه حتى من قبل بعض الدول الإقليمية بأجندات تختلف. مثلا الكل يعرف بأن المجلس الوطني السوري، والكل يعرف أيضا أن الائتلاف الذي تم تشكيله في قطر كان نتيجة توافقات إقليمية، مثلا المشروع السني الخليجي مع المشروع العثماني الجديد أو السني التركي اللي نسمي الأشياء بأسمائها يا دكتور أسامة، لأنه هذا أدى إلى سيطرة طيف معين. لكنهم نعم. هم يقولون في المقابل أن هناك مشروع هلال شيعي بقيادة نعم. إيران. هم نعم هم ماذا يعني أصبحت نعم. المسألة هي صراع بين طائفتين. إذن لا لا الوطنية السورية ومشروع الدولة الوطنية ودولة المواطنة في سوريا ليست لا في خدمة المشاريع لا الصفوية ولا السنية سواء كانت تركية أم خليجية. القصد من ذلك أن عندما تم فرض هذا الطيف الإيديولوجي الديني على قسم من المعارضة وتم دعمها بالمال والسلاح والدبلوماسيا والإعلام خاصة مثل الجزيرة والعربية أدى إلى شحن طائفي كبير وشحن قومي كبير. الكل يعرف مثلا لماذا كانت يتم إقصاء هيئة التنسيق الوطنية في المحافل الدولية ومحاولة تهميشها. الكل يعرف لأن القوى الخليجية كانت ترى في هذا التيار خطرا على مصالحها، لأن ليست من مصالحها أن يشارك الوطنيون العلمانيون الذين يبحثون عن بناء دولة المواطنة دولة ديمقراطية للجميع في سوريا. وأيضا تركيا أيضا كانت تحاول تهميش هيئة التنسيق الوطنية بحجة أن من بين مكوناتها الأساسية هو مكون أو المكون الكردي. نعم سوف نأتي أيضا على هذا مفصلا، واسمح لي أن أشرك معنا عبر خدمة سكايب من الإمارات الأستاذ مجيد القضماني رئيس هيئة مغتربي سوريا الأحرار. أهلا وسهلا بك أستاذ مجيد. مساء الخير. مساء الخير. أنا يحيى القضماني. عفوا يحيى القضماني عفوا أنا أعتذر أستاذ يحيى. ياريت بداية تخبرنا شوي عن هيئة مغتربي سوريا الأحرار، يعني باختصار إذا سمحت. تفضل. هيئة مغتربي سوريا الأحرار هيئة مدنية تعنى بشؤون الإغاثة والدعم الإغاثي والمعنوي والإعلامي، تأسست منذ سنة وهي مسجلة في ألمانيا في دولة ألمانيا. نعم، كيف تقيم دور المغتربين السوريين منذ بدء الثورة أستاذ يحيى؟ وهل يختلف أداءه تبعا للمناطق الجغرافية؟ يعني مغتربي الوطن العربي والمغتربين في أوروبا والأمريكتين دعنا نقول وباقي دول العالم، كيف أيضا تنسقون فيما بينكم في هذا المجال؟ تفضل. المغتربين أينما كانوا، المغتربين السوريين أينما كانوا يملكون نفس المشاعر المؤيدة للثورة، والمغتربون إن كانوا في أمريكا أو في الوطن العربي أو في أوروبا يلعبون نفس الدور، وهو الدعم
الإغاثي، محاولة الدعم الإغاثي لأهلنا في الوطن، والدعم المعنوي والإعلامي. وهذا كل ما يستطيع أن يفعله المغتربون كونهم يوجدون في بلاد بعيدة عن الوطن، فهذا الدور مهم. وباعتقادي أن السوريين قاموا، المغتربين في شتى أنحاء العالم قاموا حتى هذه اللحظة بدور أساسي ومؤثر في دعم الثورة السورية والمشاركة بشتى الوسائل بتأمين الإغاثة التي الواجبة عليهم، وأيضا بالدعم الإعلامي والمادي، وخاصة إذا كان المال ليس مالا سياسيا، يعني ذا أهداف سياسية. المال الوطني الذي عمل من أجل الثورة ظهرت نتائجه في الفترة الأخيرة، وهو المال الذي نحن نسعى أن يكون في الساحة وليس المال السياسي. وباعتقادي أن هذا التوجه يشارك فيه العديد من المغتربين في شتى أنحاء العالم، ونسعى نحن في هيئة مغتربين سوريا الأحرار أن يكون دور المغتربين دور ريادي، دور يؤكد على مدنية وسلمية الثورة بالأساس، وأن هذه الثورة ثورة وطنية إنسانية قامت من جحيم الظلم وليس لها أي أبعاد أخرى، ثورة شعب على حاكم جائر. وأي تجيير للثورة إن كان باتجاهات دينية أو إثنية أو عرقية، أو هذه شواذ على مسار الثورة، وباعتقادي أن التصحيح قادم بإذن الله. بالتأكيد أستاذ يحيى. طيب، نحن سمعنا أن بما أنك من محافظة السويداء هناك بعض المشاكل التي حدثت وكان لها تأثير وتأثير خطر أيضا على السلم الأهلي إن تم له بوادر النجاح، هل كان للمغتربين دور في التأثير على السلم الأهلي إيجابيا عن بعد؟ يعني يا أخي الكريم، أنت تقول مشاكل، نحن نمر في محنة، الوطن يمر في محنة، ومحافظة السويداء جزء من هذا الوطن، وما حصل في السويداء يحصل في كل يوم في المحافظات الأخرى. هناك نظام يقمع المتظاهرين السلميين ويقمع جميع من يحاول أن يشارك في هذا الحراك السلمي في السويداء. وما حصل من تحرك عسكري هو عبارة عن صدام بين الثوار وأجهزة النظام، ولا نستطيع نحن المغتربين الخوض في غمار هذا الشأن، لأن من يقود الحراك العسكري على الأرض هم أدرى بما يحصل. كل ما نستطيع أن نفعله أن نغيثهم، أن نؤمن لهم القدرة على الاستمرار في الحياة. أما الشأن العسكري فلا شأن باعتقادي للمال الوطني أن يقوم بأي دور في هذا المجال. نعم أستاذ يحيى، أنا ما قصدته صراحة يعني أن حصلت في الماضي عمليات اختطاف مثلا بين أهالي درعا وأهالي السويداء، ومن ثم مؤخرا جبهة النصرة الآن تحتجز عدد من أهالي محافظة السويداء. هذا يعني يجعلني أطرح عليك أيضا السؤال التالي، موقف هيئتكم الموقرة من الجماعات المسلحة التي تحمل أيضا لواء دعنا نقول التزمت، دعنا نقول التطرف في بعض الأحيان، يعني كيف تتعاملون مع هكذا حالات في دعنا نقول في محافظة السويداء أيضا؟ كيف تستطيعون معالجة هكذا أمور للحفاظ على السلم الأهلي؟ أستاذي، نحن هيئة مدنية. نعم. ليس لنا علاقة بالسياسة أولا. ثانيا، هذا الأمر الذي تتحدث عنه
هو حاصل نتيجة أحداث على أرض المحافظة. وباعتقادي أن هناك من الروابط والعلاقات العميقة والوطنية والمبنية على أسس ثورية وأؤكد وطنية تاريخية في سهل حراء والجبل يمنع أي إشكال قد يحصل بين الأخوة. ما حصل من اختطافات سيحل. نحن ندين أي اختطاف بين أهلنا إن كانوا في السويداء أو في درعا، وأهل درعا موقفهم موقف مشرف ولا يقبلون بهذه الأعمال. وأنا أطالب جبهة النصرة بشكل شخصي أن تفرج عن أبناء السويداء مهما كانت الأسباب، وأهل السويداء على استعداد للإفراج عن أبنائهم فورا، وقد بادروا بمبادرات طيبة في هذا الشأن. الحجر العثرة هو التصلب، ليس له معنى، هو تصلب ضد الثورة، وهو محاولة للإساءة لأهل السويداء ولأهل درعا. ونحن أخوة وسنبقى أخوة، ولن تستطيع لا جبهة النصرة ولا غير جبهة النصرة أن تؤثر في هذه العلاقة التاريخية المحكومة بالأخوة والمستقبل المشترك. فهذا كل ما أستطيع أن أقوله على مستوى شخصي، وأناشد جميع من يستطيع أن يلعب دورا إيجابيا في حل هذه المشكلة التي تأخرت قليلا أن يحلها في القريب العاجل. وهناك الكثير من الرجال الوطنيين والصادقين والثوريين في درعا وفي السويداء من الجيش الحر ومن الكتل الوطنية ومن الشخصيات الوطنية من سيلعب دور هام وسيحل هذه المشكلة. مشكلتنا أن النظام يعرقل أي حل في حول هذه الأمور. النظام يلعب، الجميع يعرف ذلك، ولا يستطيع من يعرف ذلك، بعضهم يستطيع أن يقوله جهرا وبعضه لا يستطيع. أرجو أن نتغلب على ألاعيب أجهزة الأمن بحل مشاكلنا، فنحن أخوة ولن يستطيع أحد أن يسيء للعلاقة التاريخية والأخوية والأسرية بيننا وبين إخوتنا في درعا. فنحن أستاذ يحيى، الحقيقة هي المشكلة باعتقادي وكما يعلم الجميع ليست بين أهالي السويداء وأهالي درعا، بل هي مشكلة تتعلق بجبهة النصرة كتنظيم يعني. واليوم تناقلت وكالات الأنباء مقتل صهر أبو مصعب الزرقاوي في السويداء واسمه محمد ياسين جراد. يعني المشكلة أن حتى جبهة النصرة هي تدار بقيادات غير سورية، فكيف يمكن التعامل مع هذا الوضع؟ سوف نستكمل طبعا الحوار معك، ابقى معنا أستاذ يحيى وننتقل ثانية للدكتور خالد عيسى. كيف يمكن يعني الإسهام في حل مثل هذه القضية وقضايا أخرى؟ وأعتقد أنكم في الشمال السوري تعانون أيضا من مشاكل مشابهة. أفهم جيدا ما تحدث به الأستاذ يحيى وعلى جهوده الإغاثية، ولكن الواقع وهو نحن متفقون جميعا بأنه ليست هناك إشكالية بين أهالي السويداء وأهالي درعا. الإشكالية ما تأتي من السلطات لكي تحاول أن تفرق بين الصفوف حتى تستطيع أن تتحكم بمقدرات الشعب أكثر، أو من الأجندات الخارجية. وفي الحالة الحالية التي ذكرتها هي المجموعات التكفيرية الجهادية الإرهابية التي تأتمر بأوامر من خارج الحدود، من ما وراء الحدود، وتريد أن بالحقيقة أن تثير الفتن بين صفوف الشعب الواحد. وخاصة نعرف أن في سوريا هناك تعددية مذهبية، هذا هو الواقع، وتعددية قومية، وهذا ما عانيناه في المناطق ذات الأغلبية الكردية في الشمال، ولكن هناك أدوات لمعالجتها.
من أحد الأدوات الأساسية هو تشكيل لجان مشتركة. يعني مثلا هناك مجلس إخوة الشعوب التي تمت بمبادرة حزب الاتحاد الديمقراطي، ولكن هناك يشاركون فيها الإخوة من السريان ومن الأشوريين ومن العرب ومن الأكراد. وأيضا أعطي مثالا، مثلا في مدينة تل تمر عندما حاولت جبهة النصرة وغرباء الشام وأمثالهم من الإرهابيين من تنظيمات التكفيرية الجهادية التي تمت إرسالها من قبل تركيا، فعندما أرادوا أن يخلوا بالسلم الأهلي في مدينة تل تمر التقى المكونات الثلاث الأشوريون والأكراد والعرب وعقدوا اجتماعهم في الكنيسة وشكلوا مجلسا مشتركا من تسعة أعضاء، ثلاثة أعضاء من العرب وثلاثة من الأكراد وثلاثة من الأشوريين يديرون البلد بهذه الروح الأخوية لسد أي طريق أمام الفتن الخارجية. ولكن طبعا نعم هذه هي بالدرجة الأولى، هذه هي الأدوات وهذا هو الأسلوب في حي البشيرية. حي البشيرية هو خليط من مختلف المكونات، تم تشكيل المجلس المحلي لحي البشيرية في القامشلي، وهناك ممثلون لكل الطوائف وكل القوميات المتواجدة في هذا الحي. هذه المجالس هي تكون سدا منيعا، بالإضافة إلى ذلك بصراحة لأن القوى الخارجية تبعث الجهادين مسلحين أولا وتحت تغطية نيرانهم. يعني لما عندما أقول يعني ماذا أقول، هناك مدرعات بدعم تركي واضح في مناطقنا، ولذلك استوجب أن تشكيل وحدات الحماية الشعبية، الحق الدفاع عن الذات وحق مشروع لحماية السلم المدني، السلم الأهلي. إذن بهذه الطريق عن طريق تشكيل هيكليات مختلطة مكونة من جميع المكونات المتواجدة في كل منطقة يمكن سد باب الفتنة أمام هذه المجموعات التي تريد أن تصدر إلينا مشاكل دول الجوار. نعم دكتور خالد، يعني هناك أيضا من يقول أنه بسبب هناك حالة استقرار على كل الأحوال في المناطق الكردية ربما ساهمت وسهلت عمليات مثل هذه. كذلك فحزب الاتحاد الديمقراطي له تاريخ طويل يعني في التنظيم والقدرة على دعنا نقول تجميع الناس من حوله والقيام بمبادرات في المناطق الثانية. على عكس ذلك هناك عمليات قمع وحشية يقوم بها النظام ضد المواطنين. طيب لهذه الأسباب هناك كثير ممن يقولون، ونحن في جلسة صراحة طبعا كل شيء، يعني هناك من يقول أن الكرد أو حزب الاتحاد الديمقراطي على وجه الخصوص من الموالين للنظام ولهذا فالنظام لا يقترب لهم. ماذا تقولون فيه؟ أنا سأقول لك، عندما انطلقت الثورة في آذار عام 2011 كان لدى حزب الاتحاد الديمقراطي لوحده 1550 معتقل، من بينهم 640 معتقل محكوم بأحكام كبيرة، وأغلب هؤلاء الذين يتهمون باطلا وظلما حزب الاتحاد الديمقراطي بالولاء للنظام الذين نراهم على شاشات الجزيرة والعربية والذين يتلقون أموال من تركيا ومن دول الخليج، هؤلاء كانوا جزءا من آلة القمع ومن الفساد، وكانوا يسرقون الشعب ويساهمون في الاعتقالات ووقف الاحتجاجات التي كانت تنفي المناطق الكردية. إذن هؤلاء الذين دخلوا المعارضة في الساعة 24-25 لا يحق لهم أو ماضيهم أو تاريخهم الشخصي لا يسمح لهم بأن يعطوا دروس لمناضلين دخلوا السجون، والبعض من مناضلي حزب الاتحاد الديمقراطي مات تحت التعذيب. ولكن الفرق ماذا؟ الفرق أن هؤلاء كانوا يشتركوا مع النظام في آلة القمع والفساد
بينما كان مناضلو حزب الاتحاد الديمقراطي رغم الاعتقالات كانوا يعملون على تنظيم الجماهير ويعتمدوا على تنظيم الجماهير ويثقون بأنفسهم، واستطاعوا أن يبنوا أرضية جاهزة لكي في الوقت المناسب يؤمنوا السلم الأمني. والنظرية أيضا تختلف، نظرية حزب الاتحاد الديمقراطي، انظروا إلى كلمة حزب الاتحاد الديمقراطي، يعني لا يعتمد على مشروع لبناء كيان قومي أو طائفي أو ديني، وإنما أبواب حزب الاتحاد الديمقراطي مفتوحة لكل سوري بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية. ولكن هذه حقيقة، تواجدهم في المناطق الكردية وهم أكراد، وبالتالي مناطق نفوذهم هو يرتكز بالدرجة الأولى على الشعب الكردي في سوريا. إذن لا يوجد. وهناك أيضا حقيقة، حزب الاتحاد الديمقراطي لا يهجم على الدولة السورية. الدولة السورية هي ملك للشعب السوري بكل مكوناته. نحن نميز بين النظام السوري وبين الدولة السورية. ومن يريد أو يقول إما أن تهجم أو تدمر المؤسسات العامة وإلا سنعتبرك مواليا للنظام، هذا مخطئ. أما يقول مواليا للدولة السورية، نعم، حزب الاتحاد الديمقراطي لا يريد تجزئة سوريا، ويريد الدفاع عن مناطقه، وأي غاز كان سواء تركيا أو غير تركي، تشتشانيا ليبيا عراقيا من أي جنسية كان، عندما يغزو المناطق الكردية يجب أن يضع في رأسه بأنها ستكون مقبرته، وبنات الأكراد وأبنائهم متمسكون بحقوقهم وبالسلم الأهلي في مناطقهم بقدر تمسكهم بالدولة السورية. نعم، وضحت الفكرة. وعودة مع الأستاذ يحيى إن كان ما زال يسمعنا. هل تسمعني أستاذ يحيى؟ نعم أستاذ. نعم، أريد أن أسألك، أعرف أنكم لستم هيئة سياسية، لكن بالتأكيد قيمتم أداء المعارضة السورية في الفترة الأخيرة، هل لك أن تعطيني رأيك في أداء المعارضة السورية، وكيف يجب أن تكون أو يكون حالها من أجل مواكبة الثورة السورية والقدرة على إدارة برنامج ثوري يستطيع قيادة الشارع بحق؟ أخي، أنا لست بصدد نقد إعلامي، لأنني أؤمن أن الإيجابية في هذه الثورة أن نتوقف عن النقد الغير البناء، ومن هذا المنطلق سأقوم بنقد أخوي أحس به بناء. أحس بأننا يجب أن نبني على ما تم. هناك بالتأكيد أخطاء في تشكيل المعارضة الخارجية، وهناك وضوح بأن جهات أخذت هذه المعارضة إلى أماكن بعيدة لا تسمح للجميع بالمشاركة في قيادة هذه الثورة. وأقصد بعض الإخوة ذات التوجهات الدينية، وهناك نقد واضح ويصل إلى أذانهم ومن جميع التيارات السياسية بإدانة هذا الاستبعاد الذي تأسس في تشكيل المجلس الوطني ثم انتقل إلى الائتلاف. وهذا الأمر يجب على الإخوة الذين توجه لهم هذه الانتقادات أن يعيدوا حساباتهم لمصلحة هذه الثورة، ويعطوا القوى السياسية الغير دينية دورها الحقيقي في مؤسسات الائتلاف وبنيته السياسية والمشاركة الحقيقية الفاعلة. وهناك تكتلات سياسية مهمة مثل المنبر الديمقراطي وهيئة التنسيق وغيرها من التكتلات المهمة
يجب أن تشارك هذه التكتلات في الفعل الثوري السياسي وفي القرارات وفي المفاوضات التي تتم الآن مع هذا العالم الذي تبين أنه يتآمر، يزيد تآمره حين يجد أمامه ضعفاء. والضعف ليس تشكيكا وطنيا، الخبرة السياسية لم يمكن هذا النظام من إعطائنا خبرة سياسية، لم نتعود على العمل الجماعي، لم يسمح لنا بتأسيس أحزاب سياسية، لم نشارك في مفاوضات سياسية، لم يفعل الشأن الوطني والحس الوطني بشكل صحيح. هذا النظام عتم على عقول السوريين على مدار 40 عام، والآن وضعوا أمام هذا الاستحقاق الكبير، وهذا الاستحقاق جلب للساحة كل رجالات الوطن، ولا أشكك من ناحية وطنية أي معارض يقوم بدور حقيقي في الساحة السياسية، ولكن يجب أن لا نستبعد بعضنا، يجب أن لا نجير الثورة إلى توجهات أصلا لا يتقبلها العالم. يجب أن نعترف أن هناك حادثة خطيرة حصلت في سبتمبر أثرت على مسار البشرية، هناك إدانة للتطرف الديني، حتى الدول العربية التي تدعم الدورة لا تريد هذا التطرف الديني أن يكون له شأن أساسي في الثورة. لا بأس أن يكون هو الدور له دور مهم، ولكن ليس هو القابض على شأن ومستقبل هذه الثورة. هذه دعوتي، يجب أن يعاد تكوين القوى السياسية العلمانية اليسارية المتنورة، وأن تشكل جبهة مع الإخوة ذات التوجهات السياسية أو الدينية ليكونوا في موقع واحد في مجابهة هذا العالم وتآمره. وإن استمرت المعارضة الخارجية على هذا النحو فستكون سببا رئيسيا في استمرار هدر الدم السوري الطاهر. أناشد جميع السياسيين والرجالات الوطنية التي تشارك الآن في إدارة الشأن السياسي للثورة أن تحاول الاجتماع وتحاول أن تضع وثيقة مشتركة. وهناك لا يوجد خلاف، كلنا تبين أننا لا نريد التدخل الخارجي، وهذه نقطة خلاف رئيسية. والآن ظهر للجميع لا أحد يريد أن يتدخل الخارج في الثورة السورية، لأننا ندين موقف هؤلاء جميعا. ثانيا خلافنا، لا نريد أن تدمر البلد عسكريا. إذا توقف النظام عن تدمير سوريا، إذا توقفت أجهزة الأمن عن اعتقال الناس، إذا أفرج النظام عن المعتقلين، سيكون هناك حل سياسي في سوريا، وأنا أنادي بهذا الشيء. ويجب على القتلة أن يتنحوا، يجب على القتلة أن يتنحوا، ولن تستطيع أي قوة في العالم أن تمنع قرار الشعب السوري، حتى المؤيد للنظام، حتى المؤيد للنظام يطالب أن رموز القتل يجب أن تحيد، وسيقول كلمتهم ربما لم يقولوها حتى هذه اللحظة. خلال فترة قصيرة أتوقع أن الشعب السوري لن يرضى بهذا الإجرام تحت أي ظرف من الظروف. وهذه مناشدتي للوطنيين الصادقين السياسيين الذين يشتغلون في الشأن السياسي في هذه اللحظات العصيبة التي يمر بها الوطن، يجب أن يترفعوا عن شخصانيتهم وعن ذواتهم، ويعملوا بشكل مشترك، بشكل جماعي، بشكل فاعل وقوي، لنضع العالم أمام استحقاقاته، ليقف مع الشعب السوري ويتوقف هذا التآمر
على قضية الثورة السورية وأهدافها السامية. وشكرا. نتأمل ذلك فعلا. ابقى معنا أستاذ يحيى، وعودة معك دكتور خالد. صراحة أنا أحيي الأستاذ يحيى القضماني، وهو فعلا يعبر عن أعتقد عن أنه عبر عن, نعم عن أغلب السوريين، عن أغلب السوريين بصراحة. ولكن كان كما تفضل وقال لا نريد التدخل الخارجي، للأسف هو لا يريد وأنا لا أريد وأغلب الوطنيين السوريين لا يريدون، ولكن للأسف هناك بصراحة جزء من المعارضة السورية ارتضت لنفسها أن تكون أداة للأجندات الخارجية وتريد التدخل وتريد إضعاف الدولة ولا يهمها أصلا يعني. وبصراحة برنامجها إقصائي. نحن مثل ما تفضل هو نريد أن يكونوا هم سوريون أن يشاركوا أو نشاركهم في برنامج لبناء دولة مدنية ديمقراطية، ولكن مفهومهم يختلف عن الديمقراطية. هم إقصائيون، هم يبحثون عن الاعتراف أنهم هم الممثلون الوحيدون الشرعيون، وأي ممثل شرعي وحيد ليس فقط للمعارضة وإنما يقولون للشعب السوري، وهذا الفرق بيننا وبينهم، أجنداتهم تختلف عن أجنداتنا. نعم دكتور خالد، حتى نغلق ملف القضية الكردية وهو ملف حقيقة شائك جدا ويحتاج لحلقات وحلقات، لكن هناك من الأسئلة التي وردتنا أيضا على الفيسبوك وتقول هناك كثير من دعاة القومية العربية الذين يأخذون عليكم مأخذين، يعني الأول وهو التسميات الجغرافية، يعني مثل غرب كردستان وشرق كردستان وما إلى ذلك، ومسألة العلم، تجاهل العلم السوري، ماذا تقولون في ذلك؟ أنا أقول لك شيئا صغيرا. أولا من ناحية الجغرافيا باستصار لو سمحت، لأننا يجب الجغرافيا يعني قبل تشكل هذه الدول الحديثة من ضمنها الدولة السورية التي نحن نعمل من أجل أن تكون وطنا، قبل ذلك كانت هناك تسميات جغرافية دارجة، يقول جبل الدروز ويقول جبل العلويين ويقول حوران، وأيضا كان منطقة اسمها كردستان، وجزء من هذا الداخل بعد اتفاقية عام 1921 و1926 و1929 القسم الأخير كانت تسمى في الوثائق القديمة غربي كردستان، ليست لها أي صفة انفصالية، بالعكس مثل ما قلت نحن من يطالب بالإدارة الديمقراطية ذاتية الديمقراطية لمناطقنا ولكل سوريا كشكل من أشكال اللامركزية، متمسكون بوحدة البلاد أكثر من الإسلامويين وأكثر من القومة الشيعة، وأيضا لا نطالب بالنموذج الكردستان العراق الذي وضعوا الحدود، وهذا الحدود كان فخرا، لا يوجد نية، لا تعني أن انفصال في المستقبل قطعا، يعني هذا قطعا هاي الناحية. أن بالنسبة للعلم، بالنسبة للعلم يا سيدي الكريم، كان الرموز هلا حاليا في كل بلدية أصلا لها علم، أنت تعرف أنت سكنت في أوروبا، حتى الشركات لها أعلام، ومن ناحية أخرى أثناء الثورة كان يقول لماذا لا ترفع العلم، ترفع علم النظام أبو النجمتين، طبعا العلم السوري تغير 13 مرة في سوريا، نعم 13 مرة. فالعلم يقول نحن قلنا حزب الاتحاد الديمقراطي هو بولي للنظام، إذن رفع علم النظام، ترفع علم ثلاث نجوم علم الأخوان المسلمين، لأنه كان تم هذا العلم بالمناسبة ليس علم الثورة، ليس هو علم الثورة، هو علم المادة 4 من دستور 1930 الذي أصدر بأمر من المفوض السامي الفرنسي، ذلك الوقت إذا كان هناك الوقت تحت الضغط الإنجليز الذين كانوا يساندون الكتلة الوطنية، والكتلة الوطنية كانوا يريدوا القضاء على الحكم الذاتي لمنطقة الدروز والمنطقة العلويين، وإرضان لهم تم وضع المادة 4 في هذا الدستور كإرضاء للكتلة الوطنية، بمعنى النجمة هي الدولة السورية التي كانت مكونة من دولتي حلب والشام، والنجمة الثانية سنضم إليكم أيها القوميون السنيون العرب منطقة الدروز أيضا، وسنضم إليكم أيها القوميون السنيون العرب منطقة العلويين أيضا، يعني منطقة العلويين منطقة الدروز. ولماذا أنا آسف أتكلم بهذه اللهجة، ولكن هذا هو الواقع، لأن أغلبية القومويون السنيون كانوا
حلفاء لإنجلترا ذلك الوقت، الكل وثائق تعرف، وأغلب يعني هناك وأغلب من القوميين ليسوا نعم سنة يعني، ويعرف الكثير من الباحثين بأننا من النادرين الذين نعم عملوا في الوثائق الفرنسية عن تاريخ سوريا حتى نعم لا يتداركنا نعم الوقت. هناك نعم كثير من الأمور الأخرى التي يجب نقاشها بما يتعلق بالقطب الديمقراطي، أسباب نعم تأخير تشكيل هكذا قطب، ونعلم أنكم في هيئة التنسيق الوطنية الآن تنهون عقد مؤتمر في جنيف. إذا سمحت وباختصار شديد حتى نستطيع العودة للأستاذ يحيى ليعطينا رأيه أيضا، حدثنا عن مؤتمر جنيف، ماذا هدفكم من إنشاء أو من عقد مؤتمر كهذا، وما هي رؤيتكم للمستقبل؟ هو ضمن إطار النقد الذي تفضل به الأستاذ يحيى، نعم، لأن هناك بعض الأطراف المعروفة خاصة ذات الطابع الديني يتم دعمها غربيا وخاصة من تركيا ومن دول الخليج التي تعمل بالوكالة للدول الغربية التي اعترفت بهذه التشكيلة كممثل وحيد للشعب السوري، وإلى ما هنالك علما أن برنامجها لا يتناسب، هذا البرنامج الديني لا يتناسب مع التعددية الدينية والتعددية القومية لسوريا. كيف تستطيع أن تدير بلد متعدد الأديان بإيديولوجية دينية بدون عنف؟ إذن نحن نرى كطيف ديمقراطي من أجل دولة مدنية ديمقراطية لا تطغى عليها لا إيديولوجية قوموية ولا إسلاموية، دولة مواطنة مدنية، السيادة للشعب وليس لقوى ما وراء الطبيعة، السيادة للشعب، مصدر السلطات للشعب، وكل مكون مع الحرية المطلقة للعقيدة، احترام كل المعتقدات ولكن تبقى المعتقدات الدينية من الاعتبارات الشخصية. نعم. إذن هذه القوى التي تؤمن بذلك كانت المبادرة أولا في مؤتمر الذي نعقده في دمشق في أيلول، وأيضا هناك عدة منظمات حقوقية بعد من هو ممول المؤتمر؟ نعم، ممول والداعي لهذا. نعم، بالدرجة الأولى هناك ثلاثة منظمات غير حكومية، هي منظمة حقوق الإنسان الإسكندنافية، نعم، واللجنة العربية لحقوق الإنسان، نعم، وملتقى حوران الذي تحول اسمه الى ملتقى المواطنه، نعم، التي اعتز بهذه الكلمه. فهذه المنظمات الثلاث بالتعاون، نعم، بالتعاون مع نعم هناك دعم ايضا من هيئه التنسيق الوطنيه ومن بعض الفصائل، الكثير من الفصائل الاخرى. وعندما تم طرح هذا المشروع لانه يسعى لبناء قطب للقوى والشخصيات التي حتى الآن تم تهميشها ولم تبرز بسبب التوازنات الإقليمية والأجندات الخارجية. إذن الغاية من هذا المؤتمر هو بناء قطب سوري وطني من أجل بناء دولة وطنية مدنية ديمقراطية. هل لك أن تذكر لنا بعض الأسماء التي أكدت أنها أكدت حضورها؟ نعم، نعم، السيد الرئيس التونسي المرزوقي كرسميين، ونعم، وأيضا الدكتور قيس العزاوي ممثلا للعراق الرئيس الدورية للقمة العربية، وأيضا هناك ممثلين من بعض الدول الأخرى يعني أذكرها، ومن الشخصيات نعم ومن وايضا ممثلين بعض الدول الاوروبيه، بعض الدبلوماسيين سيحضروا، وايضا من الشخصيات السوريه المعروفه الشاعر ادونيس مثلا، الاقتصادي عارف دليله، المهندس صالح مسلم، وهناك تصور دكتور اسامه عندما تم اقتراح هذا المشروع من كثره الطلبات، لان الصاله للاسف لا تتسع اكثر من 200 شخص، فالطلبات التي وصلتنا أكثر من 300 طلب للحضور، وكلها من المغتربين، هناك كوادر كبيرة جدا من المحامين والمهندسين، نعم، والأطباء وشخصيات هامة جدا. نعم، نعم. وعودة مع الأستاذ يحيى. أستاذ يحيى، هل تلقيتم أنتم دعوة لحضور مؤتمر جنيف؟ أستاذ يحيى هل تسمعني؟ أستاذ يحيى
أعتقد أن الاتصال للأسف انقطع مع الأستاذ يحيى، وعليه نشكر لهذه المشاركة على كل الأحوال. وعودة مع الدكتور خالد، إذن لدينا بعض الوقت أيضا لمعرفة المزيد عن مؤتمر جنيف. نعم، أنا بتصور نعم تم توجيه الدعوة لأغلب المنظمات التي لم تسمح لها الظروف، مثل ما قلت الظروف، خاصة الظروف السياسية، لأن المؤتمرات التي كانت تعقد مثلا في الدوحة لتشكيل الائتلاف، نعم، في آخر لحظة قبل يومين أو ثلاث من انعقادها، ممن أتت الدعوة من قوى أجنبية، دولتين. طيب نعم، عذرا للمقاطعة، نعم، يعني هل ترى في مؤتمر جنيف ما يمكن أن ينشأ من بعده كي يغير رأي الدول الغربية على الأقل من نظرتها لفكرة التمثيل الشرعي الأوحد لطرف معين؟ أنا أقول لك يا دكتور أسامة، حتى هذه الدول التي تعترف أو اعترفت بهذا الائتلاف تعرف ماذا يمثل هذا الائتلاف، إلى درجة نظموا لهم دورات تدريبية، إلى درجة يعرفون أن رئيس هذا الائتلاف، وعذرا منك ومشاهديك الكرام، في 26 أكتوبر قبل تعيينه بأقل من شهرين كانت الحرب يعني قائمة في بلادنا، الدم السوري يسيل، مدننا تتدمر، ماذا كانت أولوية اهتماماته؟ بماذا كان يهتم هذا الملا؟ بماذا كان يهتم؟ كان يهتم بالعادة السرية، متى وكيف حلال وكيف حرام، وليس ليكتب فتوى بأربعة أسطر أو بأربعة صفحات، أكثر من 10 صفحات. إذن دكتور خالد، نعم، يعني هل ترى في أرى بأن هذه القوى أيضا تعرف بأن هيئة التنسيق الوطنية والفصائل الأخرى لها وزن كبير، وهي أيضا تعبر عن طموحات الشعب السوري أكثر بكثير مما تعبر عنه هيئة الائتلاف الذي انعقد في الدوحة. وهذا يعني من الممكن أن يتمخض عنه القطب الديمقراطي المنشود الذي تمهيد وكل هذه الفصائل والشخصيات، نعم، سيكون لها المجال للتعبير عن وجهة نظرها وللعمل سوية من أجل بناء للتمهيد نظام دولة مدنية ديمقراطية تعددية. نتمنى هذا دكتور خالد، ونأسف حقيقة لأن الوقت انتهى، وكان بودنا أيضا إغناء النقاش في أمور أخرى، لكن للأسف هذا هو وقتنا. إلى هنا سيداتي وسادتي، نأتي إلى نهاية حلقتنا من صدى المواطنة، ونشكر الدكتور خالد عيسى عضو هيئة التنسيق الوطنية في المهجر، عضو قيادة فرع هيئة التنسيق في المهجر، كما نشكر الأستاذ يحيى القضماني رئيس هيئة مغتربي سوريا الأحرار على مشاركتهما إيانا هذه الحلقة. نتأمل أن نلقاكم الخميس القادم، تصبحون على وطن، تصبحون على أمل.